يقول أحدهم: إن لم نتغير في رمضان فمتى نتغير؟ وإن لم نصلح حالنا في رمضان فهل عساه ينصلح من بعده؟ رمضان فرصة ذهبية لمن أراد إصلاح الأحوال، فالكل به عيوب والجميع تحيط به الذنوب. ولعل روحانية الشهر الفضيل لها أعمق تأثير على النفوس والنوايا، والأجدر بالمسلم أن يستثمرها ويجعلها نقطة للانطلاق نحو الخير. فمن منا جعل رمضان نقطة انطلاق نحو الأفضل؟ وهل هناك شروط ليبقى هذا التغيير عادة مستمرة بعد رمضان؟ فالإنسان يجب أن يجعل رمضان أفضل من غيره من شهر، يحاول أنه في رمضان يكون غير، يحاول يجعل رمضان محطة لتزود بالأعمال الصالحة، يحاول أنه يغير للأفضل سلوكه، يحاول يتجنب السلبيات، يحاول أنه يستغل وقته ويستثمره فيما يعود بالنفع عليه أفضل من ضياع الأوقات في أمور ما لها داعي. رمضان شهر التغيير، ويجب على الشباب أنهم يبدون رمضان ببرنامج ولا يتم على نفس النسق ونفس الروتين اللي كانوا عليه في أيام قبل رمضان. لازم يدخل رمضان انه مثلا لازم يغير في حاله، يغير في اساليبه، يغير في اقواله، يغير في افعاله، يغيره مع تعامله بالناس، تعامله مع الاهل، تعامله مع الاولاد. لازم نغير في انفسنا شوي. اقل شيء في شهر رمضان في شهر خير. الانسان اذا كان يعترف باخطاءاته يتجاوز عن الخطا ويتجاوز عن كل حاجه، ورمضان هو لك وسيله لهدايه الانسان يعني جسمه. ولا الإنسان المفروض أنه في كل الأشهر وفي كل الأيام والأوقات يحسن أخلاقه مع الناس وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. رمضان هو شهر التغيير يعني في كل المجالات، في العبادات، في الحياة، في في كل البرامج. يعني شهر رمضان شهر تغيير، من بيقلع عن المعاصي يقدر في رمضان أنه يقلع عنها بكل يسر، لأن الحياة تتغير من شتات وضياع وضياع وقت وضياع أمور كثيرة في الحياة، لكن في رمضان يقدر يرتبها ويلاقي من يعينه على الخير في المساجد، في الأماكن العامة، في الأسواق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رمضان شهر التغيير، كيف نغير من أنفسنا في هذا الشهر الفضيل؟ إذا أردنا أن نتكلم عن التغيير الفعلي في حياتنا فيجب أن نتكلم عن التغيير من جانبين. أولاً، كيف نغير من الجانب الداخلي أو التغيير الداخلي، والجانب الآخر وهو التغيير الخارجي، أي كيف تكون علاقاتنا مع الآخرين. سنتكلم عن هذا الموضوع من جانب اجتماعي. التغيير في الجانب النفسي أو من الداخل يجب أن نغير في كثير من العادات وكيفية التواصل مع النفس. معروف من الشهر الفضيل أو شهر رمضان الكريم أنه شهر روحاني يتواصل فيه أو يكثر فيه التواصل النفسي والتواصل مع الذات، وبالتالي كل ما كانت صلتي مع ذاتي جيدة تكون صلتي بالآخرين جيدة أيضا، فهي انعكاس دائم لما يدور في داخل الإنسان وما يترتب عليه علاقته بالآخرين. أما الجانب الآخر من التغيير فهو التغيير من الخارج. كيف أغير من علاقاتي مع الآخرين؟ إذا كانت علاقاتي سيئة مع أسرتي، مع أبي، مع أمي، مع إخواني، إذا كانت علاقاتي سيئة مع جيراني، مع زملائي، أحاول أن أبدأ صفحة جديدة معهم وأحسن علاقاتي معهم. هذه هي تعتبر من الأساليب الجيدة في التغيير، والتي حتى أنها تظهر في الإنسان وتظهر له كثير من المعاني الطيبة وتجعل حياته تسير بشكل أكبر. نستغل هذا الشهر الفضيل في هذا التغيير.
نصيحتي لك